بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض المحاضرة الخامسة من كورس الماشين ليرنينج. كنا خلصنا في المحاضرة الرابعة اللينير ريجريشن ويز وان فاريبل. طيب النهارده هندخل في اللينير ريجريشن ويز مالتيبل فاريبل. طيب يعني ايه اصلا لينير ريجريشن ويز مالتيبل؟ اللي فات كان عندنا فيتشر واحده زي ما احنا شايفين، ده اللي هو اللي احنا خلصناه. عندنا مثلا السايز وانا بعمل بريدكشن للبرايس. طيب السايز دي فيتشر واحده، احنا كده كنا بنتعامل مع فيتشر واحده اللي هي مثلا حاجه زي دي. خدنا مثال تاني مثلا عدد سنين الخبره والسالري، بناء على عدد سنين الخبره انا ببريدكت السالري بتاع الموظفين مثلا. فده كده كل اللي فات ده بنسميه linear regression with one variable. طيب variable دي اللي هي بتساوي الفيتشر. طيب المعادلة كانت بالشكل ده، سيتا 0 بلس سيتا 1 في x. احنا عندنا متغيرين، او عندنا متغير واحد اللي هو x، فالمعادلة بقت بالشكل ده. طيب نيجي بقى للمالتيبل فيتشرز. المالتيبل فيتشرز زي ما احنا شايفين كده مثال، برضو نفس الكلام، انا عندي اسعار شقق وعايز اعمل بريدكشن لاسعار الشقق. طيب ايه الفرق بقى؟ الفرق اولا انا عندي بارامتر زاد اسمه ان، الان ده نمبر اوف فيتشرز. انا هنا عندي 1 2 3 4، عندي اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، يبقى كده انا عندي 4 فيتشرز. ان بتساوي 4 في المثال ده. طيب اول حاجه انا عندي السايز، مساحه الشقه جايب لي بارامتر السايز. طيب تاني حاجه مثلا النمبر اوف بيدروم، يعني عدد الاوض اللي في كل شقه، ما هو ده بارامترز برضه، ده فاريبل برضه. نمبر اوف فلورز. طيب البيت ده بقاله قد ايه؟ تمام؟ في ممكن ازود بارامتر برضو الديستانس من السنتر مثلا، الديستانس من وسط البلد. برضو ايا كان انت ممكن تلاقي مشاكل فيها بال 30 فيتشر. يعني ده كده كمان مبسط. لكن احنا هنتعامل بعدين لما نخش في البايثون ونطبق ونعمل الجوريزم بنفسنا، هنلاقي امثله معانا فيها 30 و40 فيتشر، وهنشوف هنتعامل معاها ازاي، بس لسه يعني دي مرحله متقدمه شويه. طيب الام دي زي ما عرفنا دي عدد التريننج اللي احنا عدد الداتا اللي عندنا عددها قد ايه، وده بتبقى بنسميها ام. وان دي زي ما شفنا اللي هي نمبر اوف فيتشر. اكس اللي هي الانبوت تريننج، وبعد كده اكس اي جي ده الفاليو اللي هي ايه، يعني اكس اي ده الفيتشر نفسها، انبوت فيتشر اوف اي. الاكس اي او الاكس جي اي دي الفاليو بتاعت الفيتشر نفسها، اللي هي الخمسه مثلا، اللي هي الاثنين، اللي هي ال 40، وهكذا. هنخش بالتفصيل في الكلام ده، بس احنا بنعرف بس دلوقتي الفرق بين وان فيتشر ومالتيبل فيتشر. تمام كده؟ تمام. طيب اللي فات كنا بنتعامل مع معادلة من الدرجة الأولى سيتا 0 زائد سيتا 1 في x. طيب دلوقتي هنتعامل مع معادلة هتبقى شكلها إيه؟ هتبقى شكلها زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، سيتا 0 زائد سيتا 1 في x1 زائد سيتا 2 x2 زائد وهكذا. عشان احنا المثال اللي عندنا كان فيه 4 فيتشرز بس، فاحنا بنتكلم في x1 وx2 x3 x4. طيب تمام، هنتعامل بيها، هنتعامل في جزء بقى كده رياضه عايزين نبقى نشرحه، بس ده هيبقى ماتريكس، هيبقى في محاضره لوحده، ممكن تكون المحاضره الجايه ان شاء الله هنعرف. بس هنراجع كده سريعا على الماتريكس وبنتعامل معاها ازاي، بنجمعها ازاي، بنطرحها ازاي، بنضربها ببعض ازاي. فديت ان شاء الله ممكن تكون المحاضره الجايه باذن الله، يعني يا اما هنخش في الرياضه بالتفصيل، يا اما
هتبقى هنكمل عادي كورس الماشين ليرنينج ونأجل الرياضة ديت التفصيل لبعدين، يعني لسه بشوف كده ان شاء الله. تمام. احنا دلوقتي عندنا المعادلة بقى شكلها سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس 1 زائد سيتا 2 اكس 2 زائد سيتا 3 اكس 3 زائد سيتا 4 اكس 4. ماشي. البارامترز سيتا عندي دلوقتي هنسميها بقى سيتا على اساس ان انا عندي كذا بارامتر. الكوست فانكشن زي ما اتفقنا 1 على 2 ام، تمام، هي نفس المعادله اللي عندنا المين سكوير ايرور. والجريدينت نفس الكلام بريبيت زي ما اتفقنا، اللي انا بطبق المعادله ديت بفرض قيم لسيتا واقعد اعيدها وافرض قيم تاني لحد ما اوصل للمينيموم، كنا خدناها في المحاضره اللي فاتت. طيب انا دلوقتي الجريديان ديسنت، احنا كنا قلنا المحاضره اللي فاتت ان هو مش للوان فاريبل بس ومش لللينير ريجريشن بس، لا ده بيستعمل في كل حاجه. طيب اللي فات لما كان فيتشر واحده فالجريديان ديسنت كنا بنتعامل مع فيتشر واحده، فكنت زي ما اتفقنا قبل كده بفترض سيتا 1 وسيتا 0 وسيتا 1 بقيم معينه، وبعد كده غير القيم ديت لحد ما اوصل للمينيموم. طيب هنا نفس الكلام بالظبط ونفس المعادله مفيش اي اختلاف، بس بطبقها كذا مره لان انا عندي كذا سيتا مش مرتين بس، يعني انا عندي ان اكبر من واحد فبطبقها كذا مره على حسب المعادله اللي عندي، لكن هو مفيش اي اختلاف بينها وبين الوان فيتشر. طيب في شويه حاجات كده لازم ابص عليها وانا بتعامل مع مشكله مالتيبل فيتشر او مالتيبل فاريبل. زي ايه؟ زي مثلا حاجه اسمها فيتشر سكيلينج، انا لازم اعمل فيتشر سكيلينج. يعني ايه فيتشر سكيلينج؟ انا دلوقتي عندي مثلا لو بصينا للمثال ده عندي مثلا وليكن دي موظفين او اشخاص، مثلا عندي داتا بتاعتهم الجنسيه السن السالري. تمام. طيب انا عندي السالري مثلا بيتراوح بين ارقام 72000 48000 54000، ففي رينج كبير جدا. طيب الايدج بيتعامل ب 44 27 30، فانا عندي اختلاف بين اختلاف كبير في الرينج، يعني اختلاف السالري بيتكلم في 70000 و80000 و60000 والايدج بيتكلم في من مثلا اخره 50 او 60 مثلا يعني. فانا الاختلاف ده بيعمل مشكله، الاختلاف ده بيعمل مشكله. احنا عايزين نعمل حاجه اسمها ريسكيل. بيعمل مشكله في ايه؟ بيعمل مشكله اللي انا مثلا عندي الـ الخطوط كده زي ما انتم شايفين بتبقى بعيده، يعني باخد وقت على ما اوصل للمينيموم، يعني باخد وقت على ما اوصل للمينيموم. يبقى لو انا رسمت سيتا 1 وسيتا 0 مع الجي اوف سيتا، لو انا رسمت عملت رسم للجي اوف سيتا مع سيتا 1 وسيتا 2 هتطلع بالشكل ده، هتطلع حاجه كده طويله ورفيعه، فهتبقى فيها صعوبه ان انا اوصل للمينيموم وبتاخد وقت كبير ان انا اوصل للمينيموم. لكن انا بعمل فيتشر المفروض اعمل ريسكيل للفيتشر دي كلها. طيب يعني ايه ريسكيل؟ يعني خلي الفيتشرز كلها في نفس الرينج. تمام. ازاي؟ يعني انا مثلا اعمل كل فيتشر تبقى من ماينس 1 ل 1، تبقى من ماينس 3 ل 3، تبقى من ماينس 3، يعني اعمل رينج معين، بس ما ينفعش مثلا تبقى من ماينس 100 ل 100، ما ينفعش تبقى من ماينس 0.001 لكذا، لا الرينج يبقى رينج كده معقول زي الامثله اللي احنا اديناها دي. هي دي المهمه اللي انا المفروض اعملها لما يجي لي مشكله مالتيبل فيتشر. لازم اعمل اللي احنا شايفينه ده، لازم اخلي ما ينفعش يبقى عندي رينج 70000 و60000 و80000 وهنا 20 و30 و40 و50، لا كده هيطلع الكيرف بالشكل ده. لما اجي اعمل سيتا مع جي اوف سيتا هيطلع بالمنظر ده،
وهكذا، وهيطلع وهيبقى عندي صعوبة في ان انا اوصل للمينيموم. طيب بعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي مثلا مثال السايز ونمبر اوف بيدرومز مثلا، يعني عندي السايز بيتروح لحد 1000 و2000. طيب البيدرومز لا، انا عندي مثلا يا 2 يا 3 يا 4 يا 5. فانا بجيب اكس 1 على سبيل المثال مثلا سايز ناقص 1000، 1000 دي اللي هي الافريج، الافريج بتاعت المساحات على الماكسيمم مثلا، او الماكسيمم ناقص المينيمم اللي هو ايه. هجيب بقى X2 نفس الكلام بيدرومز مثلا، عندي اول شقة فيها 3 بيدرومز ماينس الافريج على الماكسيمم. انا كده صغرت ال X1 وصغرت ال X2 خليتهم في نفس الرينج. طيب هناخد بقى معادلة جنرال للكلام ده، عندي هساوي X ناقص المين، المين ميو على سيجما، ميو اللي هي المين والسيجما اللي هي الستاندرد ديفيجن. يبقى دي كده المعادله الجنرال اللي انا بستعملها عشان ابسط، اعمل ريسكيل للمشكله، اعمل ريسكيل للفيتشرز اللي عندي. لازم كلهم يبقوا في نفس الرينج، لازم كلهم يبقوا في نفس الرينج علشان يبقى سهل ان انا اوصل للمينيمم، سهل ان انا اعمل جريديانت ديسنت، يبقى سريع. غير كده هيحصل مشاكل لو انا ما عملتش فيتشر سكيلينج. تمام. طيب هناخد مثال كده نتعامل ازاي مع الفيتشر. لو انا عندي مثلا مساله او مشكله بتو فيتشرز اللي هي مثلا مديني هنا الطول ومديني هنا الديبس، تمام، وبيقول لي ادي تو فيتشرز اهم وانا هعمل برايس بريدكشن. طيب انا ممكن اعمل شويه تغييرات في الفيتشرز، انا مش لازم اتعامل مع الفيتشر اللي هو مديها لي، دي هناخدها محاضره لوحدها، اللي انا لما اخد الداتا اعمل فيها ايه. بس انا مش شرط اتعامل بالفيتشرز بتاعته، لا ممكن اظبط انا فيتشر ثالثه تخدمني اكتر. يعني انا هنا بدل ما اتعامل مع المشكله دي كانها مالتيبل فيتشر وعندي اكس 1 وعندي اكس 2، لا طب ما نضربهم في بعض واطلع الاريا ويبقى هي دي فيتشر واحده وابسط المساله. يعني انا اولا انا ممكن يجي لي فيتشر ملهاش لازمه استبعدها، ممكن يجي لي تو فيتشرز ادمجهم في بعض اعمل من خلال معادله رياضيه اعملهم فيتشر واحده تبقى انسب، والفيتشر واحده دي هتساعدني اكتر وهتبسط المعادله، هتخليها فيتشر واحده بدل اتنين، فانا كده بسطت الامور، بسطت المشكله. فمثال زي ده كده انا هو جاي لي اكس 1 وجاي لي اكس 2، انا هغير واخلي الاريا بتساوي الاف في الدبس وهكذا، وتبقى المعادلة سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس واتعامل معاها كأنها 1 فاريابل عادي جدا. تمام. طيب عندي حاجة تانية برضو، لا يعني انا دلوقتي لما رسمت البرايس مع السايز علشان اجيب الخط اللي بيفت ليهم، مثلا انا عندي الخط الازرق وعندي الخط الاخضر. طيب الازرق ده الاثنين بيفتوا، يعني زي ما احنا شايفين الاثنين بيعملوا فت. طيب انا بقى المفروض يبقى عندي، انا المفروض فاهم فايه، فانا سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس زائد سيتا 2 اكس تربيع، ده كده معادلة الخط الازرق او الكيرف الازرق. ماشي، معادلة بقى الكيرف الاخضر اللي هي سيتا 0 زائد سيتا 1 اكس زائد سيتا 2 اكس تربيع زائد سيتا 3 اكس تكعيب. طيب انا ما ينفعش استخدم الخط الازرق لان هو دي المعادله اللي هي من الدرجه الثانيه اللي بتبقى منظرها كده اللي هي بتبقى لتحت، فانا لو استعملتها مش معقول لما السايز يكبر هنا البرايس هيقل، ده طبعا مش معقول. فانا لازم استعمل معادله لوجيك، يعني انا ما ينفعش استعمل حاجه، افرض انا جالي بريدكشن هنا، يعني افرض طلب مني حاجه هنا كده هبريدكت غلط، هبريدكت اللي سعرها اقل من كل سعر دول مع ان مساحتها اكبر، فده غلط. فانا المفروض وانا بحط المعادله او وانا بعمل المعادله بتاعتي سواء من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه، لا اكون فاهم، اكون فاهم، مش مجرد بحطها عند الداتا، مش مجرد بحطها لحد الداتا، لا انا بعرف شكل المعادله عندي هتعمل ايه
وهتنفع ولا لا، لان انا زي ما قلت لكم ممكن يجي لي بريدكشن هنا يقول لي يبقى طلع غلط، طلع اقل من كل دول، وده غلط طبعا. فانا بالتالي لو عملتها من الدرجه الثالثه لا هتبقى لوجيك اكتر، لانها هتطلع كده لوجيك جدا ان انا لما بريدكت شقه مساحتها هنا كبيره يجي لي سعرها عالي، ده طبعا لوجيك جدا يعني. تمام. طيب الاكس ديت اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الاريا او السايز، تمام كده، اللي هي الفيتشر الواحده اللي عندي، يبقى اكس 1 اللي هي السايز، اكس 2 اللي هو السايز اس 2، اكس 3 اللي هي السايز اس 3. تمام كده. تمام. نفس الكلام هنا، انا ممكن استعمل معادله زي ما اتفقنا، المعادله من الدرجه الثانيه هتديني شكل كده اللي هو المنقط ده، فده طبعا مش مقبول في مساله زي دي. ممكن استعمل جذر ايه، جذر السايز بدل اكس، يعني لو استعملت المعادله دي هيبقى الشكل برضو هيطلع لفوق وده يبقى شكل مظبوط. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي ايه الفرق بين، احنا كده خلصنا ال المالتيبل فيتشرز. اول حاجه احنا بيجي لنا مساله فيها كذا فيتشر مش واحده، بتبقى اكتر من واحده. طيب اول حاجه لازم ابص على الفيتشر اشوف الفيتشرز ديت هتعامل معاها زي ما هي كده، ولا ممكن اغير، ممكن اشيل فيتشر ما استعملوش، مش هيفرق معايا، مش هيفرق معايا في النتيجه. طيب ممكن اضرب تو فيتشرز ببعض زي ما اتفقنا، زي ما شفنا المثال، واستنتج فيتشر ثالث يبسط لي المساله. كل ده انا بشوفه وببص عليه اول ما الداتا تجيلي، وبعد كده بعمل حاجه اسمها فيتشر سكيلنج. انا ممكن يبقى عندي 10 فيتشرز في المشكله، وال10 دول كل واحد بسكيل زي ما خدنا امثله، فلا انا بعمل فيتشر سكيلنج عشان اخلي ليه لازمه الفيتشر سكيلنج زي ما اتفقنا؟ علشان الجريدينت ديسنت يوصل للمينيمم بسرعه وتبقى المساله ابسط. تمام. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنخش في الكلاسيفيكيشن باذن الله. شكرا.